الميليشيات بعدة مبادئ، وربما تم إدخال أكثر من نظرية تعبوية في القتال، من بينها إيهام العدو بجملة من الأوهام التي من الممكن أن يعتمد عليها في بناء تكتيكاته العسكرية، وأيضا هناك مبدأ المصيدة والفئران، وهناك مبدأ آخر وهو مبدأ المناورة بالقوات. وما تم أساسا في العملية العسكرية خلال الأيام الماضية هو المناورة بالقوات، وهي أهم أنواع المناورة العسكرية. فتغيير تموضع القوات وتمركزاتها أربك في الحقيقة حسابات الميليشيات وقيادتها التركية في كيفية التعامل مع الجبهة، وتم بناء على ذلك توقع أن تكون هذه التكتيكات تحقق الاستفادة في مسألة الأرض والمسافات المساحات والمواقع. ولكن نظرية المواقع تبنى عليها بالتأكيد قدرة القوات وإمكانية اصطياد القوات التي من الممكن أن يتم استهدافها من خلال تغيير المواقع، وما حصل من أن قواتنا استطاعت أن تتواجد في أماكن جديدة وأن تغير تمركزاتها. هذه التمركزات نتجت عنها خلخلة في تمركزات الميليشيات، وتم استهدافها بطريقة المصيدة والتي تم فيها القضاء، والتي نؤكد من خلالها على نقطة هامة، وهي أننا كنا طيلة المدة الماضية وقبل ربما هذه المرحلة من التكتيكات العسكرية نحاول أن لا نستهدف الأفراد، ونحاول أن نبتعد على القتل بالشكل الذي يحدث الآن بالنسبة للميليشيات وهذه، ونفد صبرنا خصوصا بعد أن بدأ الطيران المسير التركي يستهدف قواتنا بشكل فردي وبشكل شخصي لغرض القتل وليس لغرض، يعني هناك دائما فرق في المفاهيم العسكرية في النظريات التعبوية والقتال، بين أن تريد أن تحقق نصر أو تحقق مكسب بين أن تقتل بشكل ممنهج. طبعا هذه الميليشيات وهذه المجموعات التي ربما لاحظنا أن هناك الآن قضاء على عدد كبير من أمراء الميليشيات الذين رغم كل التحذيرات ورغم كل ما تحدثنا عنه ورغم كل ما قلناه بأن القوات المسلحة قادمة لتبني دولة وهناك مشروع دولة، وكنا نأمل أن يكون هؤلاء في صف الدولة وأن يكونوا في صف الوطن وليس في صف العدوان وليس في صف الأتراك وليس في صف الأخوان، هؤلاء الذين أصروا على أن يبقوا في الجانب الخطأ. وربما نعرف جميعا أنك عندما تكون ضد وطنك فإن جزاءك من جنس العمل. طبعا خلال الأيام الماضية أصبحت هناك تكتيكات مختلفة تعتمد على قدرات وإمكانيات، وهذه مرحلة هامة تم السماح فيها من القيادة العامة لبعض أمراء العمليات في بعض المناطق لغرض خلق تكتيك من نوع آخر، وهو تحريك قواتهم بطريقة ملائمة وخلق الكمائن ويعني جلب الميليشيات إلى أماكن معينة لغرض التعامل معها والقضاء عليه. وبالفعل أثبتت قدرة ضباطنا ضباط العمليات خصوصا الأجيال الجديدة التي ظهرت الآن ممزوجة بخبرة القيادات التي يعرفونها أو التي كانت دائما على نسق المعارك طيلة المدة الماضية، ولله الحمد استطاعت هذه فعلا القوات المسلحة العربية الليبية التي يجب أن نفخر بها وببطولاتها أن تحقق المبتغى بأقل خسائر. لاحظنا الكم الهائل أكثر من 90 ميليشياوي خلال هذه الأيام، من بينهم أكثر من 40% من القادة الميدانيين المعروفين يعني بسوابقهم وبجرائمهم وبحرصهم على البقاء في طيب الصوت. أثر ما يحدث الآن في هذه الساحة كما نرى جميعا من انتصارات متعددة وغنم العديد من الآليات وقتل الكثير من أعضاء هذه الميليشيات على جنودنا المرابطين في المعارك هناك. طبعا هذا بالنسبة ما حصل الآن يحقق بالتأكيد أولا الثقة في القوات المسلحة بالنسبة لأهالينا الذين ربما رأوا في ما تم من إجراءات في المدة الأخيرة هو ربما شيء مؤثر عليهم. أنتم عارفين الليبيين أغلبهم دائما يعني أيديهم على قلوبهم خوفا على مصير الوطن، لأنهم ينظرون للقوات المسلحة هي مصير الوطن، انتصار القوات المسلحة في ليبيا هو انتصار للوطن،
ولا سامح الله أي شيء آخر حيكون. وهذا مسألة يعني يعرفها كل الليبيين، ويعرفون أن الجيش يقاتل من أجل سيادة الوطن وتحقيق ما يحلم به كل الليبيين في الاستقرار والأمن. الميليشيات لماذا تقاتل؟ إذا ما استعرضنا المنطقة التي هي من مصراتة حتى زوارة، هي مجموعات تتصارع على المال، مصرف ليبيا المركزي واللي هو الاعتمادات وغيرها، وتهريب البشر وتهريب الوقود. وعلى فكرة تهريب البشر كان يتم حتى من المطارات، حتى من مطار معتيقة كانت الطائرات تصل ويتم جلب الأعداد كبيرة وتهريبهم عبر وسائل مختلفة، واستفادت مناطق من ذلك وتم خلق مجموعات نفعية في هذا. والآن هناك صراع آخر بينهم على هذا الموضوع، يعني هذه المنطقة وهذا ما يقاتل من أجله الجيش. الجيش يقاتل لإنهاء هذه الفوضى، لإنهاء هذا العبث، لإنهاء الوضع المأساوي لكل الليبيين والذين يعانون منه في كل جبهات. أثر هذه العمليات أولا القضاء على أكبر عدد من الميليشيات، نعم، الذين لا زالوا يصرون على، أيضا هو درس في قدرات القوات المسلحة في التعامل مع المعركة مهما كان نوع العدو، حتى وإن كانت تركيا أو غيرها. أيضا يؤكد أن القوات المسلحة تعاملت بأخلاق وبمسؤولية طيلة المدة الماضية، حرصا على حتى الطرف المناوئ في أن لا تستهدفهم بهذا الشكل. ولكن أسرارهم وعبتهم وما أصدره القائد العام من خلال آخر بيان بأننا سنقاتل حتى آخر وسنقاتل حتى ننتصر وسنقاتل وسنقاتل بالفعل، لأن الآن اللغة أصبحت هناك عدوان، أنت في صف العدوان، في صف تركيا، في صف من يريدون احتلال البلد، إذن أنت رفع عنك الغطاء. الآن ليست مسألة إخوان فقط، الآن مسألة لاحتلال، وبالتالي لم يعد الموضوع كما كان. وبالتالي هناك فرصة الآن نقولها للجميع أن ما حدث هناك لدينا من المفاجآت الكثير، نعم، بالنسبة على العمل مستوى العملياتي والتعبوي، ولدينا في جعبتنا من القدرة والكفاءة والقوة ما يمكن أن نعمل من خلاله أكثر من ذلك. فلهذا نحن ننبه ونؤكد لكل الذين يقفون ضد عودة الوطن إلى حضن أهله وإلى أن تكون ليبيا دولة ذات سيادة، وأن ننشئ الدولة التي يحلم بها الليبيين منذ تأسيس ليبيا لم تتأسس، وهي دولة المؤسسات، دولة الخدمات. هذه فرصة لأن يستفيق الذين يغطون في نوم العمالة ونوم الخيانة. طيب، من الذين لازالوا يقاتلون في صف العدوان التركي ضد القوات المسلحة؟ الذين يقاتلون بالنسبة ويقفون أمام القوات المسلحة الآن هم الذين يهمهم أن يبقى الوضع كما هو عليه، الإخوان بالدرجة الأولى، وهم يقودون المشهد من يعني يقودون المشهد ويديرون الصراع، ومن تحتهم النفعيين الذين استفادوا من تهريب البشر وتهريب الوقود والاعتمادات، والذين يعيشون على أنقاض على يعني آهات وآلام المواطن الليبي. يعني تو الآن أنت تعرفي أن مثلا البنزين في بعض المناطق واصل إلى أرقام فلكية، رغم أن البنزين يحضر إلى ليبيا بكميات كبيرة تكفي كل الليبيين. أين يذهب البنزين؟ يذهب للتهريب. لاحظ الفرق بين المنطقة التي المنطقة الشرقية التي أمنتها القوات المسلحة والمناطق التي يأتيها القوات، يعني تأتيها البنزين والوقود بشكل مباشر كما كانت في السابق، هي مؤمنة والبنزين موجود، ورغم أنه يأتي على حساب المنطقة. يعني أنت عارفة المنطقة الشرقية تأخذ في التلت بغازي والمنطقة هذه، ومع ذلك توزع على أغلب المدن. وهذه روح الجماعة، روح الوطن موجودة في يعني روح المسؤولية، بينما في الجانب الآخر روح البراغماتية النفعية وفليذهب الوطن إلى الجحيم أمام مصلحتهم أولا. نعم، هذا ما يحققون مصالحهم ولا يهمهم أن تكون ليبيا فوضى أو أن لا تكون مستقرة، هذا يهمهم مصالحهم فقط. فبالتالي طيب هم يقفون أمام القوات المسلحة. طيب، هناك دول تحاول أن تقف ضد القوات المسلحة لإنهاء الإرهاب، لماذا؟ طبعا بكل تأكيد نحن لا نريد أن نذكر دول بعينها بصفة عامة. نعم، انت عارف الحقيقه العالم يعني يتعامل بالمصالح. الان فيه من يقف ضد القوات المسلحه من الدول. الدول التي تقف ضد القوات المسلحه هي الدول التي تخشى ان يكون هناك صوت قوي يواجهها.
هي تبي المنبطحين واللي تفرض عليهم إرادتها، واللي يعني احنا نسأل على دخل الغاز ودخل مجموعة من الأشياء لا وجود له. يعني هناك أمور كثيرة تحصل الآن نتيجة غياب السيادة، نتيجة غياب صوت قوي يقول قف للآخر مهما كان دول أو غيرها. نعم. فما بالك هذه الدول التي تسعى إلى أن يستمر الوضع كما هو عليه لتستمر استفادتها، فيترى في أن القوات المسلحة لو أنهت المهمة وقضت على الإرهاب وقضت على هذه الفوضى سيكون هناك صوت قوي مضاد لكل هؤلاء يمنحهم. هم يعرفوا القيادة العامة وهم خبروا المشير الكان حرب خليفة بن قاسم حفتر، رغم كل ما عرض عليه من تنازلات ومن أشياء مثل هذه القبيل، لكن دائما هناك مبدأ مهم جدا تؤمن به القيادة، وهو حرصها على الخروج والقضاء على الإرهاب والخروج بالبلد دون تنازلات تضر بسيادتها كما يفعل الآخرين. نعم. وهذه مسألة جد مهمة. طيب، ما هو مشروع الكرامة الذي وقف ضد الإخوان؟ طبعا للأسف الإخوان ظهر وجههم القبيح أخيرا، لأن الليبيين ما كانوش منتبهين للإخوان، وكانوا يعتقدوا أن هناك من يتحدث عن الإسلام، بدأت تتضح الصورة. أنا بنقول حاجة مهمة جدا لكل الليبيين. نعم. نحن نحلم بدولة. كل تجارب الإخوان في كل الدول واضحة للعيان، أينما ذهب الإخوان ذهبت أرزاق الناس، كان هناك النهب، يعني إذا كان بلد المنشأ في مصر ما لقوش فيهم خير. وأي دولة، وشفتوا أنتم تصرف، شفتوا الشعب التونسي كيف الآن ينتفض ضد الإخوان. أينما وجد الإخوان تجد دائما البلاء، وتجد دائما للأسف النهب، وتجد دائما الدل، وتجد دائما يعني سلب مقدرات الناس، وتجد دائما العقلية التي تدار لضد أو مصلحة هذه الدول، لأن هناك من يدير هذه العملية من الخارج، ومعروفة هي نبتة استخباراتية. نبي نقول حاجة واحدة بس، هؤلاء خلفوا لنا العديد من المشاكل التي يعني الآن ظاهرة للعيان. تو مثلا نحكي على صبراتة، الآن صبراتة عودة الدواعش، هناك نصب تذكاري الآن يريدون إقامته، يسمينا ذكرى العدوان الأمريكي على هناك منزل كان فيه مجموعة من الإرهابيين معروف تم ضربه في السنوات الماضية، الآن يريدون إحياء هذا المركز المكان على أساس أنه، وهذا معروف أنه هو كان مقر للدواعش وكان اجتماع للسيطرة على المنطقة وكان مخطط كبير. نعم. أيضا اللغة التي يتحدث بها من صنعهم هؤلاء، حتى يعني شوف الفرق بين واحد يتحدث على أن مثلا تحكي على ترهونة يقول لك سنجعل من ترهونة تورغة اثنين، هل هذا منطق واحد يبني دولة؟ مستحيل. هل هذا منطق واحد يبني بلد؟ ولا يجيك يقول لك المنطقة الفلانية يا ويلكم جايينكم، هل سمعتوا أن القوات المسلحة تكلمت بهذا المنطق؟ هل تحدث أحد من مسؤولي القوات المسلحة بهذا الشكل عن أي منطقة؟ هذا الفرق، أنك أنت بين واحد يبي يبني دولة ويبي يبني سيادة لبلده ويبي يبني الناس ويبي الناس تعيش بخاء، وهذا المشروع الحقيقي يعني ينبتق حتى في تصريحاتنا في تعاملنا معه. نحن نريد أن نبني دولة المؤسسات، لا يمكن أن تبنى دولة المؤسسات بدون استقرار، لا يمكن أن تبنى بدون أمن، لا يمكن أن تبنى في وجود مرتزقة، لا يمكن أن تبنى في وجود الإخوان بالشكل الذي هم مسيطرين عليه، لا يمكن أن تبنى في وجود من يستفيد على حساب الليبيين، ميليشيات التهريب، ميليشيات، هؤلاء كلهم ضمن المشروع، لابد من القضاء عليهم. الجزء الثاني في المشروع هو بعد ما يتحقق الاستقرار، يعني ليبيا ثروات لا تعد ولا تحصى، الجنوب من أكبر المناطق اللي ممكن تنشأ فيها أهم المشاريع الزراعية في العالم. نعم. يعني في منطقة في السرير تنتج مرتين في الموسم الواحد من الحبوب، الماء موجود في الجغبوب بكميات اكتشفت لا تصدق، ممكن إقامة أكبر المشاريع له، البحر، النفط، كل ليبيا ثروات، لماذا الليبي يوقف في طابور مش لاقي مرتب ياخذ نقدا، لماذا الليبي يوقف في طابور بنزين، وهكذا هذه الأمور، لماذا الليبي يمشي يعالج في الخارج؟
صح. ليش الليبي لما تخرج في التعليم تتأسف أنه هو هذا مستواه مثلا؟ كل هذه الأمور، لماذا الليبي يمشي لحوش الطريق تلقاها مكسرة؟ كل هذه الأمور لا تتحقق إلا بإقامة دولة مؤسسات ومؤسسات خدمية تحقق رغبات الليبيين. هذا هو مشروع الكرامة، إقامة دولة بمؤسسات تقدم خدمة التي يحلم بها المواطن الليبي. أشكرك العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي، شكرا جزيلا لك.